لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. شغال تسجيل بس. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ذكرنا ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من أنهم اتبعوهم في التشريع في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وقد اتخذوا كتاب الله وراءهم ظهريا. فكان هذا شركا أكبر حين اعتقدوا أنه يجوز للأحبار والرهبان أن يبدلوا شرع الله عز وجل والكتب المنزلة، فلم يلتفتوا إلى كتاب الله، جعلوه وراءهم ظهرية واتبعوا تحريم وتحليل العلماء دون ما حلل الله عز وجل وحرم، كما فعلوا في تغيير حكم الرجم حين فعل اليهود ذلك، كما قال الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن يهوديين زنيا، فقال اليهود: ائتوا محمدا فإنه بعث بالتخفيف، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم أي تسويد الوجه والفضيحة فخذوه وقولوا حكم به نبي، وإن لم تؤتوه وأصر على الرجم يعني فاحذروا. وكان اليهود قد بدلوا
حكم الرجم الذي هو ثابت في التوراة إلى اليوم، وكان ثابتا أيام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، بدلوه لما كثر الزنا في أشرافهم إلى الجلد والتحميم. فقال لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا نجد فيها الجلد والتحميم. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة فجعل القارئ يقرأ حتى إذا أتى على آية الرجم وضع يده عليها، قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح تظهر، فقالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم. فرجمهما الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر فلقد رأيته يحني عليها يقيها الحجارة. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ونص على أنهم يسارعون في الكفر، لأنهم اعتقدوا حل ما صنعوه من ترك كتاب الله فبالرجم إلى الجلد والتحميم، فأسوأ من ذلك بلا شك، وأفظع من يرون أن الزنا أصلا ليس جريمة وأنه حرية شخصية، طالما كان برضا الطرفين فلا حرج، وهذا من الكفر البواح واستحلال المحرمات، وهو المنصوص عليه في القوانين الوضعية الغربية وما أخذ منها من بلادي في بلاد الإسلام. فهم مصرون على اعتبار الزنا مع تراضي الأطراف وبلوغ المرأة 18 عاما أنه حرية شخصية وليس بجريمة. وأما إذا كانت المرأة متزوجة فيعتبر الزنا جريمة إذا لم يكن بإذن الزوج. فاخترعوا أفظع مما اخترع اليهود الأوائل زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حد الرجل، وأفظع من ذلك استحلال اللواط، وهم يعلمون أن في التوراة إهلاك قوم لوط بهذه الفاحشة، ولا يزال النصارى في نزاع بينهم حول حل اللواط. فهناك كبابا الفاتيكان الحالي يقرر أن هؤلاء الذين يفعلون فعل قوم لوط الذين يسمونهم في زماننا المثليين هم أبناء الرب ولا يمكن أن يطردوا من رحمته. ومجمع الكاردينالات في الكنيسة الكاثوليكية ترفض هذا القول وهذا الرأي، ويتبادلون تغيير المواقف، أعني البابا يقول ذلك، يصدرون قرارا بعدم دخول ملكوت السماء لمن ارتكب فعل قوم لوط، فيوقعه البابا وبعد ذلك يرجع إلى ما كان يقول. وأما عامة الناس في الغرب فقد شرعوا إباحة اللواط والسحاق وتشريع الزواج أي الاستحلال بين الرجال والرجال والنساء والنساء، فهذا من هذا الجنس من جنس ما بدلوه، ولكن ليس الأحبار والرهبان فقط الذين بدلوا، بل السادة والكبراء أو المجالس التشريعية ورأي الأغلبية التي تخالف شرع الله عز وجل، فهذا نوع من اتخاذ من هو أسوأ من الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وهم العلمانيين والملحدين واللادينيين، حتى الذين يؤمنون بخلق الله للعالم لكنهم لا يرون أحقية لدعوة الرسل ولا يؤمنون بالرسل، نعوذ بالله من ذلك. وقد ضربنا مثالا أيضا وهو استحلال النصارى للخنزير، فإن ذلك في التوراة محرم، وهم يرون لزوم العهد القديم
لهم ومع قراءتهم لتحريم الخنزير فإنهم يتبعون ما قرر في بعض المجامع التي يسمونها مقدسة في إباحة الخنزير، ولا يزالون يأكلون الخنزير هاجرين التوراة وراءهم ظهريا، نعوذ بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا على نوعين. فالنوع الأول أن يكون اعتقادهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام مع علمهم بأنهم بدلوا وغيروا وحرموا الحلال وحللوا الحرام، فتلك عبادة لهم وهي شرك أكبر. ثم النوع الثاني وهو من يكون اعتقاده بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، أي وفق الكتاب، ولكنه يطيع في معصية الله، فهو يستغل الفرصة بإباحة المحرمات وإن كان يعتقد أنها محرمة، فهذا له حكم أصحاب المعاصي ولهم نصيب من هذا الأمر، نصيب من الشرك، ولكن لا يلزم أن يخرج من الملة. فهذا تفريق مهم لا بد أن نعلمه، لأن البعض يجعل تقليد المذاهب شركا أكبر، وإن كان كثير من الناس في أصل الأمر لا يعتقدون أن العلماء بدلوا أو أن الأئمة أو المذاهب حرموا الحلال وحللوا الحرام، فهذه ليست عند أهل الإسلام أصلا. ليست عند أهل الإسلام أصلا. وإنما يقول أهل الإسلام أن هؤلاء العلماء أعلم منا بكتاب الله، لا يستحلون المخالفة ولكن لا يفهمون النصوص على وجهها، بل يحرفونها، لأن العلماء الذين سبقونا أعلم منا بذلك، الله عز وجل أعلى وأعلم. وهذا الذي ورد فيه الوعيد الشديد عند عن ابن عباس رضي الله عنه لعروة أحد فقهاء السبعة، قال: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. القصة مشهورة. عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة ناظر ابن عباس رضي الله عنه في متعة الحج، فقال ابن عباس رضي الله عنه: أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث بذلك ثابتة في الصحيحين وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خيرهم في أن يحجوا حجا مفردا أو أن يقرنوا بين الحج والعمرة أو أن يهلوا بعمرة ثم يحرموا بالحج بعد إتمام العمرة والتحلل منها، ثم بعد ذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة إلى عمرة، وأن يحرموا بالعمرة من مكة، بل أمرهم بذلك بعد الطواف كما هو معلوم. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يأمران بالإفراد، يتأولان أن ذلك يؤدي إلى كثرة زيارة بيت الله الحرام، وأن يحرم الإنسان من دويرة أهله بسفر مستقل، يحرم من الميقات بالعمرة ويحرم من الميقات بالحج، وكان ينهان عن المتعة تأويلا منهما في ذلك،
هو أن ذلك الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم كان خاصا في تلك السنة وليس مستمرا. المشكلة في هذا الأثر أو هذا الحديث أن عروة لم يحتج عليه بدليل الشيخين، وإنما احتج عليه بأن ذلك قول أبي بكر وعمر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة نبيكم وإن رغمتم، كما قال في أن من طاف بالبيت أي عمل العمرة فليتحلل. وأنت تقول أبو بكر وعمر كان ينهان عن المتعة. أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأقول لكم، قال أبو بكر وعمر، قال عروة: وأبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك. وهذا صحيح، لكن طالما أن الرواية قد ثبتت فما من أحد إلا وتعزب عنه بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتركها بتأويل أو بجهل بها. وقد وقع ذلك مرات، وكان الصحابة إذا جاء الحديث لم ينظروا إلى من قال به ومن لم يقل، طالما لم يكن إجماعا. وهذا يستحيل أن يكون هناك حديث ثابت يترك الصحابة فمن بعدهم الحديث مجمعين على تركه، فإما أن يكون ضعيفا غير ثابت أو يكون منسوخا. الغرض المقصود أن ابن عباس غلظ على عروة رغم أنه سمع منه: وأبو بكر وعمر أعلم منك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع جلالة قدر عروة، إلا أن هذه تعد من الزلات، كما أنكر عليه ابن عباس، بل أنكر على عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكروا على عثمان رضي الله عنه، أنكر عليه علي رضي الله عنه، وأنكر عمران ابن حسين على عمر رضي الله عنه، وقال: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تمتع الحج، حتى قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر رضي الله عنه. وأما علي رضي الله عنه فقال لعثمان رضي الله عنه إذ نهى عن المتعة في الحج، فقال: ماذا تريد؟ إلى أمر قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فتنهى أنت عنه. فلم يقبل عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، فكما ذكرنا تأولا، فأحرم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالعمرة ثم أحرم بالحج ليقيم الحجة بذلك عليهم، الله أعلى وأعلم. وهي مسألة عجيبة، ثلاثة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم يتفقون على النهي عن المتعة، ويخالفهم الرابع علي رضي الله عنه، وجماعات من الصحابة كابن عمر رضي الله عنه الذي قيل له أيضا ذلك، وقيل له: إن أباك أنهى عنها، فقال: أأمرك الله عز وجل أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبي؟ فقال: بل أمرني أن أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالمتعة، أو كما قال رضي الله عنه. الغرض المقصود أن هذا الأمر كان قد نهى عنه هؤلاء الأفاضل، وقد أجمع العلماء بعد ذلك على أن التمتع ليس منهيا عنه ولا حتى مكروها، بل يقولون مباحا أن يحج ويعتمر في نفس السفرة، أن يعتمر أولا ثم يحج،
بعد أن يتحلل من العمرة أو أن يقرن من البداية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه قد ساق الهدي لفسق الحج إلى عمرة، ولكنه كان قارنا فظل على إحرامه إلى أن يذبح الهدي. وأقصى ما يقوله بعض العلماء أن الإفراد أفضل، وبعضهم يقول القران أفضل، وبعضهم يقول التمتع أفضل، وقد أجمعوا إلا من شذ فأوجب التمتع على صحة الإحرام بأي من النسك الثلاثة. فاتفقوا على أن النهي الذي نهى عنه أبو بكر وعمر وعثمان لا يصح العمل به ولا يقال به، لا نهي تنزيه فيكون مكروها، ولا نهي تحريم فيكون بدعة ضلالة، نعوذ بالله. الأمة اتفقت على مشروعية الأنساك الثلاثة. وأما من قال أو ظن أن ابن عباس يوجب التمتع فقد أخطأ، كابن حزم وكالشيخ الألباني رحمهم الله، فإن ابن عباس لم يوجب، أو ابن القيم رحمه الله، فإن ابن عباس لم يوجب التمتع، بل قال من أراد أن يهل بالحج فلا يأتي البيت، فليذهب إلى عرفة مباشرة سواء كان قارنا أو مفردا ما لم يكن ساق الهدي. القصة مشهورة جدا، ولذلك ومنها تعرف منزلة السنة بالنسبة إلى آراء العلماء. والتمثيل في القصة بأبي بكر وعمر، ومع ذلك شدد ابن عباس جدا على عروة فقال توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومثل هذا ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الإمام أحمد الظاهر في هذه المسألة أنها مسألة زكاة الفطر، إخراج القيمة في زكاة الفطر. فالإمام أحمد إنما ورد عنه نحو ذلك، ومن قل عنه في كتب مذاهب الحنابلة أنه قال سبحان الله قوم يخالفون السنن في مسألة زكاة الفطر في إخراج القيمة، وسفيان هو يقول ذلك. وأما هذا النص بعينه فليس فيه زكاة الفطر، ولكن أظنه قصدها لما يوجد شبيها عنه في ذلك في قصة أو في أمر إخراج القيمة في زكاة الفطر. فسفيان أمير المؤمنين في الحديث، ومع ذلك رأى اجتهادا ما رآه أبو حنيفة من أن المقصود من إخراج الطعام في زكاة الفطر القيمة، بآثار رووها عن معاذ رضي الله عنه أنه قال أتوني ببعض الثياب أفضل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام. الذي يظهر أن أثر معاذ هذا إنما هو في الجزية والخراج، فكانوا يأتون بالخراج خراج الأرض، فنقله إلى المدينة ليكون في بيت المال ليوزع فيه مشقة وصعوبة، فلذا ليس عندهم دراهم ودنانير فأخذ الثياب. فهذا كله في الجزية،
أو الخراج ليس في زكاة الفطر إلا من طرق ضعيفة لا تثبت. الغرض أن سفيان وأبا حنيفة اجتهدوا في ذلك، فالإمام أحمد يتعجب يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الفتنة: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. في هذا الموضع يعني، أو أن الاستعمال الأغلب فيها في القرآن كذلك، وإن كان هناك استعمال في القرآن في الفتنة في معنى الامتحان عموما، وورد في الامتحان الذي يظهر منه سوء حال الممتحن، كما استعملت في الشرك وهو أسوأ الفتنة، أسوأ امتحان، أسوأ نتيجة للامتحان ظهر منها أسوأ حال للممتحن وهو الشرك بالله. فأما الامتحان عموما فقال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذا الامتحان عموما. وأما الفتنة بمعنى المعصية والفسق والوقوع في السوء إذا افتتن الإنسان، إذا امتحن، فهو مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. وأما الفتن التي تموج كموج البحر فمذكورة في حديث حذيفة. وأما الفتنة بمعنى الشرك فقد ثبت ذلك في أكثر الآيات، في قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي حتى لا يبقى شرك أي ظاهر، فإن ذلك الشرك الظاهر الذي يغلب على يعني قوم أو بلد يدفعهم دفعا إلى ترك دين الله والشرك بالله. وكذا قال سبحانه وتعالى في النفاق الأكبر: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فهذا النفاق الذي يجعل صاحبه في النار تحيط به النار كافرا والعياذ بالله. وهذا كثير في كتاب الله. فهذا الموضع: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، حمله الإمام أحمد وهو قول الكثيرين على الشرك بالله. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، يعني يعلم الحديث الصحيح ويعلم أنها ليس هناك إجماع على مخالفته ليكون منسوخا مثلا ولا شيء عنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليتأول هذا النقل بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يخشى عليه أن يقع في قلبه شيء من الزيغ وهو عدم العلم بالحق فيهلك والعياذ بالله. قال: لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، يبتدئ برد الحديث تقليدا لبعض العلماء أو لبعض المذاهب، ثم بعد ذلك يقع في البدعة ويقع في تحريف الكلم عن مواضعه كما يفعل أهل البدعة، ثم يصل بهم الحال
إلى أن يحرفوا الكلمة من بعد مواضعه كما فعل اليهود والنصارى، فيستبيحون فيتأولون تأويلا يخالف المعلومة من الدين بالضرورة، كما يتأول من يتأول الآيات في أمر اليهود والنصارى يحملها على من حارب فقط ويقول أما من لم يحارب فهو مؤمن، ويستدل بقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يحملها على هؤلاء، مع أن الآيات نزلت في النصارى ولم يكن حين نزلت هذه الآيات بينهم وبين المسلمين حرب، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في موضعين، وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وإذا ما جادلك نصراني في أننا لا نقول إن الله ثالث ثلاثة فامتحنه وسوف تغلبه في الحجة بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فلا يستطيعون لها تحريفا. ثم في شأن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجعلون من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن مؤمنا، هذا كفر ناقل عن الملة، وقع في قلبهم شيء من الزيغ فهلكوا بالشرك بالله والكفر بالله ورد القرآن. وكثير هذا الباب في من زاغ إذ حرف الكلمة من بعد مواضعه، و سبب ذلك رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والبدع وأنواع الزيغ والضلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.